شهدت محافظة صلاح الدين انتخابات المقر العام لنقابة الفنانين وكذلك مجلس النقابة في المحافظة بحضور مراقبين من بغداد وقاض لمراقبة الانتخابات ضمن التوجه الجديد لتحديث وتطوير المجلس والانفتاح على الملكات المؤهلة لخدمة الحركة الفنية بشكل عام. تشهد محافظة صلاح الدين تكريت المركز حقيقة تظاهرة فنية جميلة جدا وهي انتخابات المقر العام لنقابة الفنانين العراقيين. اليوم فناني محافظة صلاح الدين يختارون من يمثلهم على رئاسة النقابة في بغداد وكذلك المجلس مجلس النقابة وكذلك الشعب الفنية المسرح والسينما والتشكيلي. اليوم حرصنا جدا أن تكون هذه الممارسة ناجحة. نجاح هذه الممارسة يأتي من تواجد المراقبين والمعنيين من بغداد، حريصين جدا أن نعكس صورة جميلة عن فناني محافظة صلاح الدين. واليوم مثل ما تشوفون أكون سيابية جميلة ورائعة، كذلك مجلس القضاء الأعلى انتدبنا القاضي أيضا معانا موجود كان حاضر وأيضا متابع ومراقب. وجود القاضي طبعا بالتأكيد يعطي شرعية لهذه الانتخابات. اليوم على بركة الله وفي محافظة تكريت بدأت الممارسة الديمقراطية أو الإرث الانتخابي لنقابة الفنانين العراقيين المركز العام بحضور جمع غفير من فنانين المحافظة ليمارسوا حقهم الانتخابي حقهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم في نقابة الفنانين للدفاع عن حقوق الفنانين العراقيين ولضمان مسار حقيقي وصحيح في هذه النقابة المهنية ذات التاريخ الطويل. طبعا نقابة الفنانين نأمل من كل الزملاء حرية الاختيار وموضوعية الاختيار في ليختاروا من هو الأصلح لتمثيلهم في النقابة ولضمان حقوقهم في المستقبل إن شاء الله. اليوم في صلاح الدين حاضرين انتخابات الهيئة عامة نقابة الفنانين العراقيين الدورة القادمة. طبعا هذه سعداء بهذه الممارسة الديمقراطية وكلنا أمل يكون الاختيار طبعا للأنسب للأفضل واللي يقدم خدمة للفنان في كل المحافظات وفي المركز، وأملنا كبير أن يكون اختيار صح. حقيقة هذه ممارسة ديمقراطية تدل على صحة النهج اللي انتهجته النقابة في إجراء انتخابات شفافة كما تشاهدون بحضور القضاء العراقي والاختيار حر للفنانين اللي يختارون من يمثلهم في مسيرة نقابتهم. شكرا لمحافظة صلاح الدين على هذا التنظيم الرائع. نشكر الأخ رئيس فرع النقابة الأستاذ علاء على كل هذا اللي من تنظيم ونجاح في العملية كما لاحظنا من أول خطواتها. أتمنى أن يفوز من يستحق أن يمثل الفنانين.